السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحد من أكبر وأرقى وأعرق الفنادق في الجزائر ومن أقدامها كذلك، واللي هو فندق سوفيتال، يقع في الجزائر العاصمة بالضبط في منطقة الحامة بالقرب من حديقة التجارب. وهذا الفندق الرائع الذي تم إنشاؤه في سنة 1980، وهو كذلك أول فندق من سلسلة الفنادق العالمية التي تم بناؤه في الجزائر، واللي يحتوي على 360 غرفة، وكذلك هو من تصنيف فندق 5 نجوم، يمتاز بطابع عمراني عربي إسلامي جزائري ممزوج بنماذج عصرية، إذن يعني في توازن تام، وعنده بهو داخلي رائع كما نشاهد في الصور. نخليكم تتابعون يعني ما تبقى من الفيديو هذا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.